صدر عن صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قرار رقم 54 لسنه 2024 بتعيين مدراء في وزاره العدل والشؤون الاسلاميه والاوقاف وذلك بناء على عرض وزير العدل والشؤون الاسلاميه والاوقاف جاء فيه يعين في وزاره العدل والشؤون الاسلاميه والاوقاف كل من السيد محمد جمال محمد سلطان مديرا لاداره الشؤون التشريعيه والتعاون الدولي. السيد عبد الله ابراهيم عبد الله حسن مديرا لاداره المحاكم السيده نوره خالد ابراهيم الفضاله مديرا لاداره التوفيق الاسري والنفقه